جمعة جمعة مع عادل بهرباع والأم اعتدال إدريس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ واتمنى تكونوا بخير وعافية يا رب في هذا اليوم المبارك. وكل جمعة وإحنا دائما نشتاق لأن نكون معكم في جمعتنا الأسرية وجمعتنا واللمة الطيبة والجميلة بحضوركم ووجودكم ومشاركتكم المواضيع المتعددة والمتنوعة اللي بتخلينا بإذن الله تعالى أفضل حالا وبصحة نفسية وصحة بإذن الله تعالى إيمانية وأسرية، وأن نمتن العلاقات بيننا إن شاء الله في برنامجكم جمعة جمعة معي أنا عادل برباع وبصحبة أمنا الغالية والقديرة اعتدال إدريس. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بأسرتنا الكريمة. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على سرر متقابلين. اللهم آمين. إن شاء الله نتكلم اليوم كده موضوع بإذن الله الرحمن الرحيم حيفيد الكل إن شاء الله بإذن الله تعالى. دائما لما نقول أن الحياة صح بالمرعى بكثير من الأشياء اللي تسيئنا أو أنها ممكن تكدر علينا، وهذا حال الدنيا، لكن التعامل مع الصدمات مو أي واحد يقدر يتعامل معها، ولا بد أن تكون هناك مهارة معينة لابد يعرفها وكيف يتجاوز المصاعب اللي يعني يمر بيها. لذلك حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام عن التعامل مع الصدمات والألم، وبوجود الدكتورة أيضا هبة حريري الله يعطيها العافية متواجدة معنا في هذه الحلقة لتفيدنا وتعطينا من المعلومات اللي تثرينا إن شاء الله في هذه الحلقة. والدكتورة هبة هي معالج نفسي وعضو هيئة تدريس في جامعة جدة قسم علم النفس. حياك الله دكتورة هبة. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم جميعا يا رب. أي أهلا وسهلا دكتورتنا الفاضلة وبنتنا الفاضلة. أول شيء نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أحبابنا الكرام، الموضوع اللي احنا اخترناه اليوم طبعا دائما نقدم ديباجة ليش نختار المواضيع هذه. كثير مننا بتجي، ما في إنسان في دي الدنيا ما جاته صدمة ولا ألم، ما في ولا أحد، حتى الأطفال الصغار بتجيهم صدمات وآلام، قد تكون مثلا وقع من شيء أو أتعرض لأمر ما أو أتعرض لانفصال والدي أو أتعرض لقسوة. هذا الأطفال الكبار كل ما يكبر في الحياة ممكن تجيله صدمات، هي الدنيا كده. ولقد خلقنا الإنسان في كبد، ما في أحد خالي ولا ما عنده أبدا هم أو أمر حصل له فيها. إحنا الآن طبعا مفهوم وتقبل كل إنسان للألم وللصدمة اللي بتجيله تختلف من شخص لآخر، من صفاته الفطرية ومن شخصيته الفطرية وشخصيته المكتسبة. إحنا الآن معاكي حبيبتنا ودكتورتنا الفاضلة نبغى نتعرف معاكي ونبغى نتكلم معاكي عن إيش يعني صدمة أو ألم، مفهومها بالضبط. طيب وبعدين كيف أنا أقدر أتعامل مع هذه الصدمات مع هذا الألم؟ في ناس ممكن ينعزلوا، في ناس ينطووا، في ناس يعملوا إنكار، في ناس كثير في لهم يعني مواقف شتى في إنهم يتكلموا مع الألم ده. الآن نترك الميكروفون ليكي حبيبتنا الدكتورة الفاضلة، برامجها جميلة جدا والصفحة حقتها مرة جميلة، أنصحكم تتابعوها، ما شاء الله عليها لا قوة إلا بالله. يعني ما حتكلم في وجهك عشان ما بمدحك، لكن انتوا تابعوا صفحاتها وتلاقوا مواضيعها جميلة جدا. حياك الله دكتورتنا الفاضلة، تفضلي الميكروفون معاكي. حياكم الله جميعا وحيا الله المستمعين يعني فين ما كانوا، وشاكرة لكم تقديركم ولطفكم يعني الله يعطيكم العافية ونكمل بعض ونتعلم من بعض يعني. الله يسعدك يا رب، يعني الله يكرمكم يا رب. هو فعلا يعني أنا أكد نفس الكلام اللي ذكرته إنه ما في إنسان يعني لا يمكن إنه ما تمر عليه أيام لحظات ربما سنوات يعني يمر عليه قدر، في صدمة، في ألم، في إرباك خلينا نقول على كل أصعدة حياته، سواء على صعيد العاطفي الاجتماعي الإيماني وحتى الفكري. طيب. الصدمة دائما يخطر على بال الناس إنه هي والله الصدمة مثلا وفاة أحد أو حادث أو حرب أو أحداث كبيرة. لكن في الحقيقة إحنا يعني علميا إحنا نصنفها لفرعين خلينا نقول عشان نسهلها على الناس. في صدمات كبيرة نعم اللي هي أحداث غير متوقعة
يعني تشخيص بمرض صعب، وفاة إنسان يعني عزيز علينا، اختلافات كبيرة تصير بالحياة مفاجئة، الإنسان ما كان يتخيل أنها تصير وما كان يتوقع أنها هي تصير، فتجي مفاجئة. هذه الصدمات الكبيرة، ولكن هناك أيضا صدمات بسيط، يعني ما بدي أقول بسيطة ولكن إحنا نسميها little t يعني أصغر، اللي هي لما يعني تكون غير مرئية، وهذه أكثر شيء تحدث في مرحلة الطفولة. أيوه. لما ما يحصل الإنسان على الشيء الطبيعي بحياته، أعطيك مثال يعني. لما يتولد الطفل مثلا ويجلس طول الوقت مرمي على سريره، ما بيتلقى الشيء الطبيعي اللي المفروض يأخذه، نظرة العين، الملامسة الجسدية، مشاعر القبول، الحب، العناية، الاهتمام، يبكي، نقوم نحاول نتواصل معاه، انت ايش تحتاج. لما يفقد الإنسان في مراحل عمره الأولى هذه الاحتياجات الأساسية اللي المفروض كل إنسان يأخذها، هذه تشكل صدمات عند الإنسان. سبحان البناء الله. سبحان الله، لأنه الإنسان مخلوق، وخاصة كل ما كان أصغر كل ما كان مخلوق ومستعد أنه يتلقى هذه المشاعر وهذه الاحتياجات عشان تشكل بنائه، بناء النفسي والعاطفي والفكري. لما يعني يفقد هذه الاحتياجات، لما ما يستقبلها بشكل صحي وطبيعي، البناء مهترئ، فهنا تكون في صدمة لأنه في شيء مفقود. أي. في شيء ما جاله، يعني في شيء ما تأسس عنده. هذا هو طفل. هذا هو طفل. وقيس على كده على مراحل العمر. بس احنا ليش بنقول مرحلة الطفولة هي الأخطر، هي مرحلة تشكيل بناء الإنسان. صح. وهذا لا يعني أنه الإنسان والله إذا في سنوات عمره الأولى فقد المحبة والرعاية والاهتمام والتقدير وهذه المشاعر كلها اللي تصير بشكل مرة عفوي طبيعي، إذا فقدها لا يعني أنه ما يقدر يحصل عليها لما يكبر. ولكن في بعض الناس يحملوا هذا الفقد ويستمروا بي، يعني ويستمروا بي، وهنا تبدأ تسبب لهم صعوبات في آلام الحياة وتحدياتها وصدماتها بعد كده. وبعضهم يأخذوا كل اللي يأخذوه في الطفولة ويفجأ يفاجأوا هم كبار تجيهم صدمات، فيكون يمكن الألم أشد لأنهم متعودين على شيء معين. بالضبط. يعني الطفل مثلا اللي ما يشعر بالحب خلاص هو يشكل قناعة خلاص أنا مو محبوب، أنا مو مرغوب، ولف على كده. تصير له بالضبط، فهمت له مشكلة بالعمل. إيه؟ أول صوت داخلي يجي في باله أو ما يحبوني، ما يبغوني، ما يقدر يشوفها من أصعدة مختلفة. الألم العميق الداخلي انعكس على رؤيته في حياته، انعكس على ترجمته، كيف يترجم الأحداث من حوله. يعني وممكن يقول أنا خلاص اتعودت على كده ويبدأ يدفن هذا الألم. بالضبط، وهذه أشكال تعاملنا مع الألم، لأنه الناس تختلف في أشكال تعاملها مع الألم. إحنا نسميها حيل دفاعية لا شعورية. إحنا برضو من فطرتنا تدل إنه سبحان الله، قلهم زي ما جسديا أول ما تمسك شيء حار على طول تبعدي منه، تبعد منه، ما يحتاج أحد يعلمني هذا الشيء. طيب. تماما نفس الشيء نفسيا، إحنا مفطورين على البعد من الألم النفسي. يعني لما نمر بصدمة أو بألم أو بموقف صعب، أوتوماتيكيا لا شعوريا فطريا سبحان الله إحنا نفسيا نبعد أو نحاول ما نقرب كثير من الألم، خاصة في أول ردة فعل. وهذا جدا طبيعي سبحان الله. يعني إحنا حتى في عند نفس الأعصاب، الدماغ دائما في المواقف الصادمة والصعبة يأخذ ثلاثة أشكال إحنا نسميها، يعني إما الإنسان حقولها بالإنجليزي وحرجع ترجمها freeze, fight ولا flight. أيوة. fight اللي هو يأخذ ردة الفعل اللي فجأة يصير خارج عن طوره، هذه بالعام نقولها. أي. يعني مثلا الله لا يقدر سمع خبر وفاة أحد أو جاله خبر مؤلم أو عاش موقف اجتماعي صعب عليه. أي. دول اللي يقولوا لك ما دري اللي هو خارج عن طوره. أي. صار فجأة يصرخ، صار فجأة يعصب، وهذه يسموها fight، كأنه صار محارب، وهذه يصير ردة فعل في الدماغ والأعصاب إنه كأنه بيدف بقوته الموقف. أيوه. بصوته. أيوه. وبأفعاله. طيب. في ناس بالعام نقوله باللكنة الحجازية نقوله أنبخيت، ما أدري إيش صار فيا. أيوه. فجأة حسيت نفسي فرزن. أيوه. وهذا حتى يحدث حتى في أعصاب الدماغ، إنه فجأة المخ يتوقف كأنه مو قادر يهضم اللي صار، وهذا في ردة فعل أولية ترى حماية للدماغ، إنه هو مو عارف إيش اللي بيصير. أيوه. صحيح ده الإنسان خلاص ما عاد حشوفه في حياتي. صح. ما صح مثلا الله لا يقدر ولدي انفصل، انتهت كده علاقته واسرته. فهذه وهذه سبحان الله ردة فعل أولية. في ناس تستمر معاهم ساعات وربما أيام وسنين، وهذول هم اللي يعانوا. أيوه. وفي ناس فلاي تلاقيهم يقولوا لك والله كلنا تفجعنا واتصدمنا، وهذا ما كانه هنا، هذا في عالم آخر.
وهذول اللي يعني وهذه ردة فعل تصير برضو أولية عشان نبعد عن الألم. فالناس تحسيهم تقول لك كأني حاسة نفسي قاعدة أتفرج على الحدث من بعيد، أيوه. ما كأني فيه، كأني أحس أن روحي خرجت مني أو كأني بعيد عن الموقف، ما كأني معاهم. أيوه. هذه برضو هذه كلها ردود فعل طبيعية. إحنا لا نقول طبيعية كردة فعل أولية عشان نحتوي الناس لما تمر بلحظة الصدمة أو بالمواقف الصعبة. هذا نعم. طبيعي في البداية، مو أيوه. طبيعي لو أيوة. بس دكتورة هبة لو سمحتي في عندنا فاصل، هنتوقع الفاصل ونكمل، نوقف يعني. فاصل ونرجع تعاني بإذن الله لأنواع الباقي يعني من ردات أيوة. الفعل. الله يكرمك يا ما زال الحديث بقية مستمعين الكرام حول موضوعنا اليوم عن الصدمات في الحياة والألم وكيفية التعامل معها. فاصل نعود إليكم، ابقوا معنا. ورجعنا لكم يا حلوين ويا أحبابنا ويا أسرتنا الكريمة مع ضيفتنا الفاضلة الدكتورة هبة حريري، وبنكمل المواجهة الصدمة. قلت أول مرة بعض الأحيان إيش أنواع الناس في مواجهة الصدمات، وتكلمت في البداية دكتورتنا الفاضلة إنه كل الناس فعلا بتجيهم صدمات وتبدأ من الطفولة. أتفضل الآن الميكروفون معاك حبيبتنا الدكتورة الفاضلة. زي تفضلكم. زي ما ذكرنا قبل الفاصل إنه ردة الفعل الأولية، ولكن هذه كثير من الناس يعلق فيها، ما يخرج من هذه ردة الفعل الأولية، وتبدأ تنبني عندهم آليات غير صحية. إحنا اللي هي إيش؟ اللي هي ردة الفعل الأولية اللي هي إنه يعني إنه فريز. بالضبط، اللي هو إحنا نسميها ال فايت، كأنه يحارب. فريز يعني. يعني اتفرج ما اعرف كيف بالضبط ايوه لا يعني هو تعرف كأنه زي اللي احنا نسميه يبلم او يصير مثلا حال جمود جمود يعني. ايوه فعلا صحيح، جبنا ان هي من اول ما احنا عارفين نقول طيب الفعل اوليه ولكن هي غير صحيه على الانسان، غير صحيه على عافيته النفسيه والاجتماعيه والاسريه وحتى الفكريه والروحيه كمان، انه تستمر هذه رده الفعل لفتره طويله جدا. هل لانها كبت؟ هل لانه كبت يعني هذاك اول صرخ او يمكن خرج مشاعر في اخراج للمشاعر؟ صحيح، لانها هي في البدايه رده فعل لو تلاحظوا غير متزنه غير ناضجه، فيها كده كانه خلينا نقول انه انا دائما اقول دائما اشبه لعملائي اقول لهم الصدمه احنا زي البحيره الصافيه الهاديه، الصدمه زي الحجر اللي يترمي على البحيره. لما يترمي الحجر يصير فيه زي الموج، هذا مره طبيعي، هذا هو اللي احنا بنقوله انه رده الفعل الاوليه. نعم. لكن الحجر فين بيروح؟ بيستقر في داخل القاع، هذا اللي يحدث في بالضبط، وهذا اللي يصير في الصدمه. الصدمه مش الحدث اللي صار، الصدمه هو ماذا تركت بداخلي لما استقر هذا الحجر بداخلي. فين وقع؟ هل وقع على يعني على مشاعري، على حياتي الاجتماعية؟ بعض الناس تقع على إيمانياتهم وبنائهم الإيماني، بعض الناس تقع على عواطفهم وغيرها، وبعد كده نبدأ تشوفها تعكس على هذه الجوانب في حياتهم. فالناس بعد كده تبدأ تتعامل مع الألم. احنا دائما نصنفها، طبعا هذا التصنيف علمي ولكن ممكن ينخلط في الحياة اليومية عند الإنسان. طيب. عندنا آليات دفاع نسميها غير صحية غير ناضجة، وآليات دفاع صحية وناضجة تجاه الألم والصدمة. طيب. طبعا أولها الغير صحي اللي هو الإنكار، وهذا اللي نشوفه مثلا ممكن أعطيك أمثلة مرة هو ده أفضل الأمثلة تكون تقرب المعنى. بالضبط، يعني مثلا أم تعاني مثلا من خلينا نقول من مستوى ابنها الضعيف في المدرسة. هذه حقيقة مؤلمة على أي أم، ما في أم تتمنى أن ولدها يكون يعاني بالمدرسة. طيب. بس بدل ما تواجه هذا الألم، بدل ما تشوف وتأخذ خطوة، تقوم تفكر لا 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 هو مرة ذكي بس
بس ما أدري إيش بقول. لا هو درجاته كويسة. لا المدرسة تظلم، وهذه آلية ثانية نسميها التبرير. المدرسة أصلاً المدرسين مو فاهمين إيش رحوا، الأسئلة مرة يحطوها زيادة عليهم، المناهج فيبدأ يصير في تبرير بس عشان أنا أبعد عيني من إن أنا أعترف بحقيقة إنه مثلاً ابني يعاني أكاديمياً. عدم تقبل. هذا نشوفه عدم تقبل مثلاً. ممكن ناس مثلاً تعرف إنه في حقيقة، خلينا نقول مثلاً هو غير قادر على مواجهة مثلاً الجمهور، أو غير مواجهة زملائه بالعمل في اجتماعات وكذا. هذه تعكس حقيقة مؤلمة، مثلاً أنا غير واثق من نفسي أو أنا غير متمكن. بس بدل ما يواجه هذا الألم يقوم ينكر هذا الشيء، إنه لا أنا عادي أنا أقدر. طب لما يجي وقت الجد يغيب ما يحضر. طب مثلاً زيها زي مثلا ما نقدر نقول، يعني خلينا نكون في العلاقة اللي هي الأسرية، مثلا أب متسلط أم متسلطة، الاثنين الأبناء، يعني كيف يقدر يقولوا والله ينكروا مثلا هذا الأمر؟ كيف يحصل الإنكار ليهم؟ يعني بعض الأحيان يصير مشاكل مثلا بين الزوجة وزوجها، اكتشفت خيانة زوج، اكتشفت من عارفة شيء، أو إنه هي، كيف يكون الإنكار؟ له أشكال مرة كثير أستاذ كدال. ابتداء مثلا واحدة عارفة أن زوجها خاينها مثلا، أو عارفة أنه في خيانة، تماما تنكر ولا كأنه في شيء تماما. طيب. يعني نهائيا كل اللي حولينا عارف، وهي هي تماما عايشة في إنكار كبير. طيب. واحد ممكن إنكار أنه كل ما مثلا أحد يقول لها شيء أو يحاول يلمح لها، لا 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 إحنا أحسن ما يكون، إحنا ما بيننا شيء، لا لا هو مرة وفي، هو عمره ما يسوي كيف، تبدأ تمدح فيه مرة بزيادة. فهذه برضها آلية كمان لل يعني كيف الناس تتعامل بالإنكار. طيب. الأولاد مثلا ممكن خلينا ناخدها مثال، وهذه يمكن مثال دائما يتواجد بين العوائل. مثلا الأم من طبعها متسلط، ومتسلطة مثلا على مرت ولدها. فلما مرت الولد تشكل زوجها اللي هو ولدها، يعني أنا مثلا أنا أتأذى من تسلط والدتك، أو أنا أتأذى من يعني من تدخلها وكذا، فهو ينكر لا لا أمي ما فيها شيء، أنت اللي بس تكبر، هي تحبكم وهي ترى تعمل كذا. هي تحبكم، هي أصلا مدريش، بس مو قادر يعني بعيونه وببصيرته يطالع للحقيقة. بالضبط. وعادة الإنكار يندمج مع التبرير، دائما نبرر لا لا بس قلبها أبيض، لا لا بس هي نشمية بزيادة، لا أصلا ما يجي إنكار لوحده، النفس البشرية مختلطة يا دكتور. يعني طيب اللي بعده. صحيح. من ضمن الأشياء الإسقاط، خلينا ناخذ نفس المثال، الزوجة اكتشفت خيانة زوجها، عندها مشاعر من الصدمة، من الألم، من شعور بالإهانة مثلا، أو أنه شعرت أنه كرامتها انهانت، شعرت بغدر، في مشاعر كبيرة مرة صاحبتها، هي هذا الحجر اللي قلنا اللي وقعت فيه. الآن صار اللي صار، هذه المشاعر تبدأ تسقطها ممكن على أقرب الناس لها. دخلت المطبخ، والله العاملة ما سوت السلطة اليوم مضبوط، حطت حرها فيها، انت ما تفرق، حطت حرها فيها، انت ما تحترمي كلمة انا قلت لك من اول. فجأة نلاقي ان الموقف تبالغت في ردة فعله، كأنها اسقطت مشاعر الاهمال وعدم التقدير والغدر في سلطة مع العاملة بالمنزل. ممكن تسقط على زملائها بالعمل، ممكن الرجل مثلا عنده ألم إنه والله أنا ما عمري شعرت، هذه الصدمات اللي قلنا عليها الصغيرة اللي في عمر مبكر مثلا. دائما يشعر بالإهمال من الوالد، هو صغير أهمل الوالد، عمره ما طالع بعينه، عمره ما سأله عن مشاكله، أهمله عاطفيا أهمل اجتماعيا، يحمل هذه الصدمة في داخله والألم. أبسط ردة فعل ممكن، والله زوجته ما ردت عليه، اتصل عليها ما ردت عليه، خلاص تبدأ تتفجر مشاعر الإهمال السابقة عن أبوه ويصبها فيها هي. انت ما تحترميني، انا اتصلت عليك ما رديتي، فينك ما قدرتيني. شوف الاخير ترى اتصال، هي يمكن ما اعرف كانت في اي مكان ما انتبهت، فيصب مشاعره اللي ما يقدر يوجهها ويواجهها بينه وبين نفسه او مع والدته ومسقطها. وحتى لو كان مثلا جاته مشاكل في العمل او شيء من تسلط مدير او مشكله جات في العمل، يجي يحط حره كلها في الحلقه الاضعف اللي هي الزوجه او الاولاد. بالضبط. ودائما الإسقاط نلاقي أنه له زي الثيم، له نمط متقارب، يعني إيش؟ يعني خلينا نقول إهمال مثلا تعرض له في الطفولة، نلاقي أنه كل تعصيبه على الإهمال،
الإهمال من الناس اللي حوالينه. طيب. مثلا خلينا نقول من الصدمات اللي تعرض لها مثلا إنه شعر بالإبعاد، مثلا انفصل أبو أمه، انفصلوا هم صغار، ما حد شرح له إيش يعني انفصال، ما حد شرح له إيش يعني طلاق، ما حد قاعد معاه وقال له إنه علاقتنا الزوجية اللي انتهت بس علاقتنا الأبوية ما انتهت. أي. فهو شعر فجأة خرج من بيت أبوه طلع على بيت أهل أمه وعاش هناك، فشعر بإبعاد. أي. وهذه المشاعر ما مررت، ما احتواها، ما اعتنوا فيها. فبالتالي نفرض والله العمل غير هيكلة العمل، بكرة لما يكبر بعد 30 سنة ولا 40 سنة العمل غير هيكلة المكان، على طول صار في تغيير اشبه التغيير اللي صار له هو صغير، على طول يشعر بمشاعر إبعاد، والله بعدوني من ذا المكان، أهملوني، همشوني. أي. بينما الحقيقة ما هي كده. فتكون عنده ردة فعل مبالغة مع التغير هذا. صحيح. أي. صحيح. طيب هذا الإسقاط. طيب هذا الإسقاط. في ردود أفعال إحنا نسميها المكهوس أو التراجع، يمكن أكثر شيء تلاقيها تظهر في الأطفال. مثلا خلينا نقول كان الطفل الوحيد، بعدين شاع على راسه طفل صغير، حس إنه انسحب البساط من تحته، يوم يدخل على بيته الأم ولا أبوه الكل يجري على البيبي، ما عاد صار أحد يديله ذاك الاهتمام. أيوة. فهذا ألم، هذا ألم عاطفي واجتماعي يشعر فيه الطفل، فنلاقيه أنه مثلا يبدأ يمص صباعه وهو عمره 4 سنين، ولا مثلا يبدأ يبرد ضاعه، ولا مثلا يرجع يتبول على نفسه. أي. فهذا يبدأ يصير فيه نكوز، كأنه مرحلة عمرية أو في النمو تراجع فيها. نشوفها كمان ترى في الكبار، نقولها بشكل عامي. مثلا نلاقي أنه مثلا ممكن ناخد ده المثال، زوجها تزوج عليها وهي في 40، فجأة صارت تتصرف تصرفاته كأنها في 20، نقولها بالعامي إيش بها، كبرت واستخفت مثلا، ايش بها وليش براهق على كبر. ايوه اسمعها كمان، نقولها بالعامي وايش بدا يراهق على كبر. طب هذا يراهق على كبر على ايه يعني؟ معلش ايش الصدمه اللي صارت له؟ في نقول ما نعرف بالضبط فعلا ايش. وغالبا استغلت ده لسير لما الرجل خلاص يبدا مهنيا يوصل لاخر مراحل مهنته. فهو بدا يشعر ان والله المنصب اللي كنت ماسكه، التقدير اللي كنت باخده من عملي خلاص بدا ينسحب مني، بدا يروح مني، قررت على التقاعد كذا. وهذا للاسف يعكس لما احنا نمر بالام نهملها وبعدين فجاه نكبسها او نعمل لها انكار او كبت ونحط حرتنا في العمل. طيب. فأهمل هذا الألم اللي في طفولتي أو في ماضية أو في علاقاتي الأسرية والاجتماعية، وأبدأ أحط حري في العمل، ويوم ينسحب مني العمل أرجع للمربع الأول اللي أهملته. أيوة، اللي هو كان الألم الأول هذاك. أي. بالضبط. عشان أبدأ أعمي عيني وما أبغى أشوف هذا الألم وأبعد عنه، كيف أحمي نفسي من هذا الألم؟ يقوم يصير فيه نكوص. أيوة. يبدأ كأنه يتشبب أو يبدأ يسوي حركات ما تليق فيه، كأنه حقت مراهقين مثلا. طيب. هذا يعكس إن هو بيحاول يبعد عن الألم، ما يبغى يتعامل معه. طيب. فهذه هذا حد الأشياء. طيب حنكمل معك دكتور هبة، يعطيك العافية كذلك أستاذ اعتدال، لكن بعد الفاصل. وأذكركم مستمعين الكرام بأنه بإمكانكم الاستماع لنا عبر الرابط الإلكتروني للإذاعة على www.lifm.com، وكذلك تقدروا تنزلوا تطبيق الإذاعة على أجهزتكم الذكية تسمعونا وين ما كنتم. فاصل، نعود إليكم، ابقوا معنا. حياكم الله مستمعينا الكرام، عودة إليكم مرة أخرى، وأذكركم بإمكانكم مشاركتنا بأي استفسار أو يعني سؤال تحبوا توجهوه، لكن تكتبوه بكتابة نصية وترسلوا السؤال أو الاستفسار إلى واتساب الإذاعة 055-6689-001، مرة أخرى 055-6689-001. وما زال حديثنا في هذه الحلقة من جمعة جمعة عن الصدمات والألم مع الأم اعتدال إدريس ودكتورة هبة حريري المعالج النفسي وعضو هيئة إدريس في جامعة جدة قسم علم النفس. مكملين بقى. قبل الفاصل دكتورتنا الفاضلة كنت تتكلمي عن أنواع اللي هو كيف يعني مواقف الناس في الصدمات، وبعدين إيش المراحل اللي بيمروا فيها. طيب الآن أنت وضحتي أنه هي عبارة عن حجر بتعمل في داخل النفس، العقل الباطن داخل النفس البشرية بتعمل آثارها. في ناس بينكروها، في ناس
بيعملوا إسقاط، في ناس يعني بيقول لهم مواقف محددة. هل تقدر توضحي لنا الآن طيب أنا كيف أقدر أتعامل مع هذه، لأنه هذه تهيأ لي اللي نحن يعني عندنا فاصلين تانية على الساعة 2، فنبغى الآن ناخذ وقتنا في أنه أنا كيف أتعامل مع هذه الصدمات، سواء كانت صدمة وفاة، صدمة مرض، صدمة أنه الإبن مثلا لقته في موقف مثلا معين، أو كان بيشرب مخدرات أو أي حاجة، انصدمت الأم والأب أو الأزواج انصدموا، في آلام بتجي للإنسان، أو يكون إنسان تعرض لقسوة بالغة في طفولته. الآن كيف يقدر يتعامل معاه عشان يقدر يمشي حياته وتمشي حياته، ما حنقول مرة تمشي 100%، لكن كيف يقدر يتعامل معها وما يسقطها على من حوله. تفضلي دكتورة. هذه تفضلكم. أول شيء دائما نقول أنه أقترب من الألم، لا تهلع منه. يعني لو لاحظت كل الآليات الغير ناضجة اللي حكينا عنها قبل الفاصل، هي تعكس لك أن الشخص ما يبي يقرب من الألم، ما يبي يشوفه، ما يبي يعترف بوجوده، فبالتالي عملت معاه هذه الردود الغير ناضجة. الخطوة الأولى أنه تواصل مع هذا الألم، حدث حدث يعني لا يمكن تغييره. كيف؟ أني أول ما يحدث علي أي صدمة، اكتشاف خيانة مثلا، أو على قولك اكتشفت الأم ولدها مدمن، أو موت، أو وفاة، أو إيش ما يكون نوع أي كانت الصدمة، أي بالضبط. لما شبهناها بهذا الحجر اللي وقع فينا، أقترب منه وأبدأ أسأل نفسك أتقبل الألم ماذا. بالضبط. قبل التقبل نحاول نفهم الألم، إحنا لا يمكن نتقبل بدون ما نفهمه. طيب. هو دائما يذلل للتقبل، يعني يسهل عملية التقبل، ففهمه إنه بإيش أشعر أنا؟ أنا لا مش حاسة صار اللي صار، بإيش حاسة؟ حاسة بغضب، حاسة بحزن، حاسة بكسرة، حاسة. إذا أفهم مشاعر الألم يا دكتورة، مش أفهم الألم ليش صار، لكن أفهم المشاعر اللي حصلت نتيجة للصدمة دي. صحيح صحيح، إنه أنا أفهم مشاعر، لأنه إن ما فهمتها على طول هذه الآلام يعني هي اللي هتبدأ تخبطني، هي اللي هتبدأ توجعني. لأنه في قصة مرة جميلة دائما أقرأها للأطفال، وأنا أحسها حتى تصلح لنا إحنا الكبار. أيوه. إن المشاعر دائما زائرة، يعني كثير من المشاعر ترى هي ما تعيش معك العمر كله، بالذات المشاعر اللي زي الغضب والحزن والفقد، هي مشاعر زائرة، هي تدق عليك الباب، إذا ما فتحنا لها ما رح تمشي، هتفضل طول الوقت تخبط فينا. لكن لو فتحت الباب لهذا الشعور، الخوف ولا الجزع ولا الهلع ولا غيره، وحطيته قدامي وبدأ الغضب شوفه. الحزن بالضبط، فرؤية الشعور هذه بداية احتوائه، إن أنا أقدر أشوفه، لأنه لو ما شفته حتفجع. تخيلي حاجة تخبط من وراء الباب وانت ما انت عارفة ايش هي، حتفلعي. لكن لما تشوفيها ترى يقل الهلع، يقل ثقلها علينا. طيب. فرؤية الألم والاعتراف بوجوده والسماح بأنه أعيشه، ولنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة، يعني لما فقد ابنه إبراهيم شعر بشعور الحزن والفقد وبدأ يحكي عنه ويتعبر عنه، هذا اللي احنا نسميه بعلم النفس الفاليديشن، الاعتراف بالألم. قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإنها لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، وصف شعوره، وصف الحدث، ووصف هذا الشعور، إيش نوع الشعور اللي شعر فيه بسبب هذا الصدمة، صدمة الفقد ولا الوفاة. وهذا يجعل من الشعور آمن على نفوسنا. طيب. يعني أنا دائما أقول في ناس تمر، وهذا يمكن تلاحظوها حتى في ناس حوالينكم، واحد يموت لها مثلا ابن، سبحان الله وفاته يعني إحنا يمكن نوصفها بمصطلحات إنه كأنه في سكينة في قلبها من الألم، ما يعني إنه هي ما هي حزينة على ولدها، ولكن هي احتوت الحزن هذا، هي بكيت، هي دعت، وهذا الحين حنجي نقول للأشكال الثانية كيف نبدأ ننتقل في الألم. طيب. لكن في واحدة جزعت، ماي قادرة تهضم الألم، ماي قادرة تعيش الحزن، كل ما تتذكر تبدأ تهلع أكثر. رؤية الألم ورؤية المشاعر وأفهم. كمان حاجة ثانية أستاذة تدال ويعني والمستمعين، إنه إيش الفكرة اللي أنا بدأت تتشكل في بالي من هذا الألم، من هذه الصدمة. يعني وهذا اللي إحنا نخاف منه. يعني مثلاً أعطيك مثال، مثلاً واحدة كانت في سيارة بتركب، وهذه قصة يعني قصص كثير تمر علينا، مثلاً كانت سامعة صوت الكسر مثلاً إنه كأنه حيتفجع، وقالت لأبوها، أبوها ما سمع، وانقلبت السيارة وماتت أختها مثلاً. طيب. طول عمرها هذا الفقد الألم تشعر بتأنيب ضمير، أنا السبب، أنا كنت عارفة إنه الكسر مثلاً خربان، أنا خذلتهم مثلاً. ممكن نفس هذا الموقف واحدة تانية تقول إنه أبويا ما يثق فيه،
الصدمة تبدأ إيش الأفكار اللي خلقتها الصدمة، وهل هذه الأفكار صحية، هل هذه الأفكار أترسخت حتبدأ تتنقل يعني حتبدأ تتنقل في حياتي. هذه اللي احنا قلناها أول، كيف الواحد يكون عاش إهمال في طفولته وبالتالي كل شيء يفسره إهمال في حياته. هي دي الأفكار اللي احنا نخاف إنه احنا طبيعي الألم يشكل لنا أفكار مشوشة مربكة. لكن مهم جدا إني أنا أكفش دي الفكرة من بدايتها، أنتبه، لأنه دائما نقول هذا زي كرة الثلج اللي تبدأ صغيرة وتدحرج تدحرج وتكبر في حياتنا. فنبدأ نفحص هذا الألم، نفحص إيش صار، أفحص وأعيشه بالضبط. وأفحص الفكرة، يعني بعض الناس مثلا أعطيك مثال، هذه برضه نسمعها الضحايا التحرج أو الاعتداءات الجنسية مثلا، يقول إنه أنا كنت أتحصن عشان لما نطلع بيت خالي، خالي ما يتحرش فيه، بس صار بس أتحرش فيه، صار يتحرش فيه كل أسبوع كل أسبوع، فخلفت بداخله فكرة أنه زعلان من الله. أنا طلبت الحصانة منه وما تحصنت. فهذه فكرة عقدية إيمانية غير صحية ترسخت في باله، يحتاج يستوعبها، يعترف فيها، ويبدأ يروح لأهل الاختصاص كيف تساعدوني بدي الفكرة، كيف أبدأ أفك هذه الفكرة، أو كيف أبدأ أحتوي هذه الفكرة بشكل صحي. فهذه أول خطوة، إنه نعترف بالمشاعر المصاحبة بالأفكار المصاحبة، ومن ثم أبدأ يعني أحتويها وأبدأ أعالجها، أبدأ أواجهها بمنطق. لكن لا يمكن يجينا المنطق قبل ما أفهم الشعور اللي عندي، غضب، حزن، خوف، هلع، يعني أفهم إيش الشعور اللي أنا مريت به في دي الصدمة، لازم أفهمه وبعدها أتعامل معه، مش أعيشه بس. مظبوط. وهذه اللي احنا نقولها فيلت تهيلت، يعني أشعري بالشعور لجل يمر، لجل ينهضم. كثير من الناس ما يعطل نفسهم الأحقية بالشعور بالمشاعر هذه، غضبانة بس تحس انه لا، ما المفروض أغضب، لا عيب أغضب، غيب عيب أحيان، فبالتالي يصير كبت للشعور، وهذا اللي نبدأ نشوفها تندار عليهم أمراض أو آلام جسدية، تبدأ تخرج في موقف اجتماعي غير صحية. الاحتواء الشعور، فهمه ومن ثم تقبله. ولعله في موقف يعني يؤيد هذا الأمر، من النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عند امرأة كانت تجزع على وفاة ابنها، فقالت إليك عني عندما أراد أن يصبرها، وبعدين عندما قالوا أن هذا رسول الله ذهبت إليه وقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فيعني ما وبخ على إنها جزعت أو عفوا إنها يعني حزنت، إنما على الموقف، يعني إنها ما تعاملت مع المشاعر بصبر، والصدمة الأولى دائما هي اللي بتكون قوية. وزي ما تفضل الدكتورة هبة، يعني نخليها زائرة علينا، يعني والزيارة دائما، الزيارة دائما ما تكون مؤقتة، تعدي وتروح، يعني الغضب والفرح وكذا كلها بتمر وتيجي حاجة غيرها وغيرها. نعم. فاصل، نعود لكم مستمعينا الكرام مكملين عن الصدمات في هذه الحياة والآلام وكيف نتعامل معها، ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. حياكم الله مستمعينا الكرام، مذكرا إياكم برقم التواصل على واتساب الإذاعة، بدأت ترد بعض الأسئلة، وأذكر أنه بإمكانكم إرسال أسئلتكم إلى الواتساب رقم 055-66-89-001، مرة أخرى 055-66-89-001. وحديثنا مازال عن الصدمات والآلام وكيفية تجاوزها أو التعامل معها في هذه الحياة. قبل الفاصل حبيبتنا الدكتورة كنت بتقولي على أنه أول خطوة من مواجهة الآلام ويعني التعامل معها هو الاعتراف بالألم، وقلت إن هي زائرة فعلا. ونركز على كلمة زائرة، يعني لما تعترف بالألم، مش الواحد اعترف بها بمشاعر الغضب، الحزن، السخط، الحزن، أيا كانت هذه المشاعر، لا ما تخلوها تسكن عندكم. هنا الآن في ناس كثير خلاص يعترف بها ويعيشها وما ينتقل الخطوة الثانية. إيش الخطوة الثانية دكتورتنا الفاضلة؟ صحيح، بعد كذا أبدأ يعني أستخدم كل الآليات الصحية في التعامل مع هذا الألم. وسبحان الله من شخص لشخص ما يفرق. يعني بعض الناس مثلا الحديث مع شخص قريب، مثلا ممكن إنسان عزيز علي يفهمني، يسمع لي، اللي إحنا نسميها بالعام الفضفضة. يعني مجرد أن الواحد يحكي ويفضفض ويتكلم، وهذه ترى صارت، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مر بحادثة الإفك، يعني لو نقرأ هذه القصة مثلا نلاقي أنه مثلا فضفض لعلي بن أبي طالب يعني رضي الله عنه، وفي صحابة تحدث معهم، وهذا يعكس أنه الحديث مع شخص
قريب قد يعني خلينا نقول يخفف عن الواحد الألم، يفكر بصوت عالي، أسمع نصيحة، أسمع تعاطف، تأييد أو دعم، هذا يهون على الإنسان. بعض الناس يقول مثلا ممكن يعني خلينا نقول إنه أدوات مرة كثير، يعني ممكن الناس دحين تستغرب تقول إيش دخلها مع الألم، بس مثلا ممارسة الرياضة خاصة من الإنسان يبدأ يشعر إنه مزاجه بدأ يدخل في منحى الاكتئاب أو صار مزاجه جدا منخفض. ممارسة الرياضة سبحان الله كثير تعزز من النيرو ترانسميتنج في الدماغ، اللي هي الاتصالات العصبية في الدماغ، والمشاعر ترى موطنها الدماغ على فكرة، يعني إحنا عندنا لوزة الدماغ هي المسؤولة عن المشاعر، فتنشيط هذه الأجزاء بالدماغ بالرياضة، بالأكل الصحي، بالنوم الجيد، بعدم استخدام الإلكترونيات فترة طويلة، لكلها تعزز من الصحة، يعني صحة أدمغتنا، فبالتالي أدمغتنا تصير قادرة على التعامل مع الآلام، مع الأفكار، مع المشاعر. إحاطة نفسي بناس جيدين صحيين يعني مثلا، أو تخفيف بعض الضغوطات من الحياة مثلا، أو بعض المهام اللي ممكن لو أنا حطيت فيها أبدأ أفقد عافية جسدي وتأثر على عافيتي النفسية. الاستعانة بمتخصصين أيضا، الكتابة، وسائل يعني إيمانية مثلا، ممكن أسمع لقصص آلام مروا فيها مثلا الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن، الدعاء، أبدأ أشوف إيش الإيمانيات اللي ممكن تساعدني في هذا الوقت، يعني هل الإنابة، التوكل، يمكن بحاجة إني أنا يعني أعبد الله أكثر في التوكل، عشان خاصة لما تكون أمور خارجة عن إرادتي تماما. يعني كل إنسان له يعني طريقة معينة في التعامل في الألم على حسب هو إيش بالضبط. طبعا دائما نفضل إحنا دائما يعني خلينا أشبه لك هي بالمقعد، يعني أنا الآن مريت بهذا الصدمة، تأكد إن المقعد اللي أنت جالس عليه متزن. إيش هو هذا المقعد؟ كل المقاعد لها أربعة أرجل، أننا وخلينا أقول لك هي ترمز هذه الأربعة الأرجل إيش؟ للعاطفة، الجانب العاطفي، الجانب الاجتماعي، الجانب العقلي المعرفي اللي هو التفكير، والجانب الجسدي. طيب. تخيلي لو أننا جالسين على كرسي برجلين حنتقربه، وفي ناس كثير كده، في ناس بس عندها الجانب الاجتماعي والفكري هي اللي تشتغل عليه، تحمل الجسد، تحمل العاطفة. وهذا اللي يصير، يعني في ناس مثلا أوكي عندي عاطفة بس ماني مرة مهتمة فيها، في الرجل مهزوزة هنا. فكل ما كانت هذه الأرجل ثابتة متزنة، اعتنيت فيها، احتويت ألمي بهذه الشمولية من الناحية العاطفية، الاجتماعية، الفكرية والجسدية، كل ما كان مقعدي متزن. كمان حاجة ثانية، أنا مهما جلست، تخيلي طالعة على رحلة مثلا على أمريكا 14 ساعة والكرسي ما له ظهر، وهو ثابت الكرسي ما حينهز، لكن حاتعب. والظهر هذا هو الجانب الروحاني، هو الركن الشديد اللي أقوي إليه، اللي هو اتصالي بالله عز وجل ونعم بالله. فأنا لما أمر بصدمة مثلا خليني أقول خيانة، أو عرفت أن ولدي أدمن، أو أي إيش ما يكون نوع الصدمة، أجلس على هذا المقعد وراجع هذه الأربع الأرجل والظهر، هل ظهري قوي؟ هل اتصالي بالله قوي؟ هل هو متزن ثابت؟ ولا الظهر ده قصير أحتاج أقوي؟ هل اعتنيت بالجانب العاطفي؟ هل أحط نفسي بمجتمع أو خلينا نقول بوسائل تواصل اجتماعي صحي ولا لا؟ عقليا كيف قاعدة أفكر؟ هل بخطط؟ بألاقي حلول؟ بأسعى لهذه الحلول؟ جسديا هل بعتني بجسدي؟ هل يعني بأهتم فيه؟ لأنه الناس ما تستوعب مرات أن قديش الصدمة ترى مرتبطة بكل هذه الأجزاء في حياتها. بس ما حتكون كل الجوانب دي بنفس الشيء يا دكتورة، يعني مثلا ما حيكون الجانب الاجتماعي والجسدي والعاطفي يعني ما حتكون الأربع الجوانب كلها دي بنفس المستوى. أكيد، بس دائما نقول نحاول أن نخليها بنفس المستوى. يعني أعطيك مثال مثلا. خلينا نقول وحدة يعني مثلا لا قدر الله مثلا عرفت أن والله جنينها اللي ولدته مثلا، طفلها اللي ولدته مثلا مصاب بإعاقة عقلية. طيب. هذه صدمة عليها، هذه صدمة وألم كبير، يعني هو ما هو طفل عادي. فبالتالي أول شيء أعتني بجانب عواطفك، أوكي إيش تشعري؟ إيش هذه المشاعر اللي عندك؟ كيف تحتويها؟ الجانب الاجتماعي، مين الناس اللي أنا حيدعموني؟ كيف تعزز الجانب الاجتماعي؟ مين النظام الداعم لك مثلا؟ طيب. في ناس تهمل هذا الموضوع، فتلاقيها مع مرور الأيام كل الحمل عليها تنسحب من الناس،
تنسحب بالضبط، تنسحب تنسحب من الناس، وتلاقي كله صار عليها، ما تقدر تثق في أحد، ما تقدر تعتمد على أحد. أو العكس، نلاقي أم رمت كل الحمل مثلا على الدادة والمركز اللي يروح للصباح، واجتماعيا أهملت وجودها في هذا الألم وأهملت هذه الحقيقة. طيب. الجانب الجسدي، الآن أنا عندي هذا الطفل، إذن أنا معناته الآن لازم أعتني بجسدي، نومي المفروض يبدأ يتحسن، يعني وكل ما يخص الجانب الجسدي، النوم، المأكل، المشرب، الرياضة وغيرها، لأنه أنا أحتاج أكون أم صحتي الجسدية جيدة. حيكبر هذا الولد، حيتطلب مني يمكن حضور جسدي في أماكن كثير، أوصل أو أجيب أو ما نعرف لو كانت الإعاقة جسدية أرفع وغيره. طيب. الجانب الفكري، أنا إيش أفكر؟ كيف أقرأ عنه؟ كيف أخطط؟ بالضبط بالضبط، أقرأ عنه، أحقق حالي فيه، أحط خطة أدير حياتي بخطة جيدة. الأفكار الخفية، هل حقعد أقول أفكر مثلا إن والله أنا حظي سيء؟ هذه فكرة غير صحية، انتبهي. أبدأ يواجهي هذه الأفكار، خلي أفكارك دائما صحية يعني. والجانب الروحي، أنا عملت كل اللي أقدر عليه في هذه الأربع الجوانب، ورح ألتجئ دائما إلى الله. أحاول أستشعر لطفه، حكمته، رعايته، رحمته. كيف استشعر وجود الله بأسماء الحسنى في حياتي في هذه الصدمة أو في هذا الألم اللي أنا أعيشه؟ طيب إذا هذا قلنا النقطة الآن اللي هو الاعتراف بالألم، مواجهتها، إيش النقطة اللي بعدها في التعامل مع الآلام؟ تمام، واحتوائه بكل هذه الجوانب. طيب. ما نهمل. لذلك مثلا الإهمال، خلينا نقول، وهذه يمكن نشوفها مثلا أم يعني ابنها مثلا من ذوي الإعاقة، تلاقي إنه بس كل اعتماده على الجانب الروحي، بس أهملت الجوانب الثانية. الشمولية، يعني خلينا نلخصها ونقول الشمولية في حمل الألم، في رعاية الألم، في إدارة الألم، يعني. طيب. كل ما كنا شاملين، كل ما دخلنا كل هذه الجوانب، كل ما خففنا الحمل عن نفسنا، بدل ما يعني أسقطه كله على الجانب الروحي أو أسقطه كله على الجانب العاطفي. ما في واحد شيء يقدر يسوي لك شيء، لازم تاخدي كل الجوانب علشان يقدر الإنسان يتواجه مع الصدمات. صحيح. يعني مثلا زي دحين بتجينا بعض الأحيان بعض الأسئلة، بعض الاستفسارات تجي، مثلا نفترض اللي تكون حصلت مشكلة بينه وبين زوجته، حصل فيها تعدي من أهلها عليه، ما هو عارف إيش يسوي. يعني خلينا إحنا لأنه ركزنا إحنا على الآلام والصدمات اللي هو على الأبناء أو شيء، الآن في بتحصل مشاكل قديش كترها في الأسر، انفصال بين الزوجين، أو مشاكل من ضمنها في مشكلة جاتنا دحين هنا إنه في واحد بيقول إنه زوجته غضبانة عشان في موقف استثار غيرتها وما هو عارف إيش يسوي معها. هذه ممكن تكون صدمة، يعني إحنا مو لازم نأخذ الصدمات إنها واو شيء كبير. الفقد، أي نعم، المرض اللي هو مثلا اكتشاف مرض خبيث، أي نعم، الأولاد اللي هو مثلا نفترض يكون الابن اكتشفوه إنه هو مدمن أو شيء أو إعاقة. في مشاكل تانية هي تعتبر بالنسبة لنا إحنا، لأنه إحنا واقفين برا بنشوفها صغيرة، بس اللي يكون قاعد جوة الموقف بيشوفها مرة كبيرة. زي مشكلة مثلا خوف امرأة إنه والله زوجها مثلا، هي يعني زوجها أخذت زوجها كان منفصل عن زوجته وعنده أولاد وخايفة إنه يجيبهم، فما هي عارف كيف تتعامل معه هنا، وفجأة اكتشفت في شيء تاني. نفترض زي اللي اكتشفوا مثلا صورة قديمة حق زوجاتهم عندهم في جوالاتهم، وتكون الزوجة تصاب بصدمة. في صدمات مرة كثير زي كده، عدم تفاهم هذا كيف يقدروا يتعاملوا معها؟ نرد على هذه بعدين ناخذ الأسئلة، صح ولا؟ طيب. اتفضل يا دكتوري. صحيح، بالضبط زي ما ذكرتي، يعني الصدمة ما هو شيء واحد، دائما نقول الصدمة طبقات. فالصدمة نفسها تلاقيها ما هو شيء واحد، هي كأنها طبقة وطبقة وطبقة، وتشكل طبقات بداخلنا. طيب. لذلك تفنيد هذه الطبقات مثلا، يعني أنا خليني أخذ مثلا مثال، أنا عندي مثلا زي ما قلت مثلا، ما أعرف، خليني أخذ مثلا ابني مدمن. أوكي. إذن هذه الصدمة شكلت أشياء كثير. أولا شكلت عندي صدمة، أوكي، نظرة الناس لي، لو عرف الناس هو ممكن أبدأ أخاف إن هو يبدأ يتعاطى ويبدأ يجر أصحابه، فأنا خايفة حتى على الآخرين، ممكن من ابني. طيب. ممكن صدمة على الصعيد العميق، طب أنا ربيت، أنا عملت كل اللي أقدر عليه، أنا إيش قصرت عشان وصل لهذه المرحلة. أيوة. الصدمة الثانية هو نفسه هذا الابن، يعني أنا أتعامل مع ألمي وأتعامل مع ألم ابني، إيش اللي خلاه يروح لل لل
للمخدرات، إيش الألم اللي هو حاول يخدر واستخدم هذه المخدرات مثلا، أو إيش الشيء اللي كان ينقص تفكيره أو وعيه وخلاه ينجرف في هذه. فأنا عندي كمان طرف ثاني. الطرف الثاني أخوانه الصغار اللي بالبيت، لو شافوه داخل هو تحت أثير المخدر كيف هتعامل، كيف هتكلم معاهم، إيش هقول. فمهم دائما عشان كده نقول تفنيد الألم، تفنيده وتصنيفه وترتيبه يعني. وهذا والعلق والكتابة ترى جزء مهم يعني. إحنا كثير في أبحاث نقرأها إنه الجورنالينج الكتابة كثير تساعد الناس إنهم يخرجوا من مرحلة التشويش الفكري للتنظيم الفكري. نعم. فأبدأ أكتب الآن، أوكي الآن هذه الصدمة صارت، شفتي الحجرة لما نترمت سوت أمواج؟ أيوة. هذه الأمواج امتدت من هذه الصدمة، فعندي موجة مع نفسي، مع زوجي، مع أبوه، مع المجتمع، مع مدرسته، مع تعليمه. أبدأ أكتب هذه الأشياء كلها، وكل واحد أقول أسأل نفسي هذا السؤال أيضا، إيش إمكانياتي تجاه هذا الشيء؟ وإيش الشيء اللي أنا لا يمكن أسويه؟ هذه كمان نقطة ثانية مرة مهمة. الاعتراف بمحدودياتنا يعني، وهنا الناس كثير يعني؟ وإحنا نعيش بزمن أنا إيش محدودياتي مثلا. أوكي أنا خلينا أقول أنا كل مثلا خلينا أخذ هذا المثال، ابني مدمن، دخل في حالة إدمان وتأثير الإدمان بالبيت، أخوانه الصغار شافوه. إمكانياتي أنا أجلس معهم أشرح لهم، ما أدور ما ألف حول المشكلة وأضحك عليهم، ما أكذب عليهم، أشرح لهم مثلا أخوهم إيش اللي صار معاه، أسألهم عن مشاعرهم، إيش حاسين، إيش أفكاركم. لو سألوني ماما أنت إيش حاسة، ما أكذب عليهم، ممكن أقول لهم أنا زعلانة مثلا، أنا حزينة أو أنا محبطة. دائما نقول الاعتراف بالمشاعر على ألمه أكثر صحة من كبته والتمثيل أو تزييفه، إنه ما كان شيء صار. ايوه ولا اضحك على نفسي يعني، لا اضحك عليهم اقول لهم لا لا انا قويه، انا لا انا لازم كمان اوري اولادي ان انا انسان زيهم، عشان لما هم بكره كمان يمروا باي مشاعر من الاحباط او الخوف او الحزن يحس انه ترى ده طبيعي، لان ابوي مر فيه، انا شفت ابوي عاش الشعور ده، هذا شعور طبيعي. وانه هو اضحك وابكى ومات واحيا، احنا مخلوقين نجمع هذه الاضداد. ولا يعني ان انا ام حزينه ان انا ام ضعيفه، هذا شيء ثاني. كثير من الناس تعتقد إنه الاعتراف بالمشاعر الصعبة المصاحبة للصدمات هذا يضعفني، هذا يكسرني. أي. الحقيقة لا. أما الرسول مر عليه الصلاة والسلام بحزن فقد ابنه، هل هذا يعني أضعفه كإنسان؟ مر بكل الصدمات الرسول صلى الله عليه وسلم. بالضبط. أي. فعمرها المشاعر ما كانت عار ولا كانت ضعف مننا، هذه قناعات مهمة. نعم. أثناء معايشتنا للآلام هذه مهم إن أنا أحملها بشكل صحي، مو أحملها وأنا أشعر بالفشلة منها، فشلة أني أبكي، فشلة أني أخاف، فشلة أني أرتبك. طب في ناس يخافوا أنهم يبكوا يا دكتورة، في ناس يعني تقول لك خلاص أنا ما عاد بدي أبكي لأنه البكاء بيسبب ألم وبهذا، فيقوم يكبت البكاء مثلا، يكبت الحزن، لا أنا كويسة أنا ما بيا شيء. وهذا يعكس لنا ضعف التعاطف مع النفس. أيوه. يعني أنا لو جات، وهذا للأسف مثلاً كثير، أنا أعطيكي مشهدين. طيب. بنتك انجرحت وتبكي، طيب أنت شايفة عندك أم رقم واحد، أم رقم اثنين، الاثنين جاهم أطفالهم مجروحين وبيبكوا. الأم الأولى قلت له لا تبكي لا تبكي أنت رجال لا تبكي، لا، فحرمته حق البكاء وحرمته حق أنه هو يتألم. الأم الثانية قالت له أوه يوجع، أنا مرة يا الله يعور الجرح، أنا عارفة أنه هو يعور، أنا شايفة الألم، حاسة بألمك، وبعدين تبدأ تجيب له لصقة وتحطها. مين فيهم اللي حتقولي هذه متعاطفة؟ اللي قالت أنت أيوه، اللي حست بألمه. بالضبط، اللي سمحت. وهذا اللي احنا نسويه مع نفسنا. أي. ليه ما تسمح لنفسك تبكي؟ ليه ما تسمح لنفسك تتوجع؟ تكل حق، وهذا الشعور ما يشكل كلك، هذا جزء منك وهذا جزء زائر وحيروح. فلو أنا اليوم انكسرت ولا انقهرت وبكيت، هذا لا يعني أنك أنت إنسانة مقهورة العمر كله. أي. لا يعني، يعني هذا الشعور لا يشكل هويتي، ولكن هذا شعور زائل من حقه علي أن أنا أتعاطف مع نفسي. أي. أتعاطف مع شعور القهر اللي أنا أحس به. أي. تعاطف. طيب حنطلع فاصل ثم نكمل إن شاء الله معكم مستمعينا الكرام ونجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم، وابقوا معنا. مكملين معكم مستمعينا الكرام. طيب احنا نتكلم عن موضوع الآن، أعطينا عافية الدكتورة هبة ذكرت عن أنه الواحد يحاول أنه يعيش الحياة هذه، وأنه فطرته الألم شيء فطري ممكن يعدي عليه، لكن ماذا لو
ماذا لو؟ بالعكس. أيوة، لو إنه في ناس يا دكتورة يعني يعيش الألم وخلاص ما عاد يخرج منه اعترافه بالألم. أي نعم هو معترف إنه هو حزين أو إنه هو غضبان أو إنه هو خايف، ويفضل يعيش الألم هذا ما ينتقل للنقطة حقه، فإيش يصير؟ ساعتها يكرب اللي حوالينه. إذا أم كل أولادها يصيروا يعني ممكن تكون مرت بصدمة، نفترض أيا كانت الصدمة دي، زوج، مرض، وفاة، أيا كان، في ناس يتلذذوا بالألم ويتلذذوا على الألم. أي ويعيشوا ويكربوا كل اللي حوالينهم، حتى أولادهم يقولوا مثلا نفترض أم فقدت ابنها في حادث، البقية الأولاد يقولوا خلاص تعبنا من الحزن اللي هي عايشته. نعم. فهنا كيف نقدر نخليهم ينتقلوا من المرحلة الاعتراف والشعور بالألم وعايشه إلى منطقة أخرى اللي هي النقطة، الخطوة التي تليها؟ هذا سؤال مرة مهم ومرة حلو، وحقيقة هذا اللي فعلا نشوفه. والإجابة بكل بساطة واقعية، أنا لا يمكن أغير الشخص الآخر اللي عايش وغاطس وسط ألمه، ربما متلذذ، ربما عالق فيه، ولكن أقدر أدعم وأأثر. هذه نقطة مرة مهمة دكتورة، يعني ده لأنه أنا مثلا أنا لو بنت لأم عالقة في هذا الألم، مثلا عالقة في خيانة أبويا لها، مثلا عالقة في فقدي لمثلا أحد أبنائها لها، أنا ما حأقدر أغيرها، ولكن أقدر أوفر لها الدعم. والدعم له مرة أشكال كثير، أسمع لها، أساعدها تعبر عن مشاعرها، أعطيها مصطلحات للمشاعر، أخرجها، مشيها مثلا، تعالي نمشي، طب تعالي نتكلم، تفكر معايا بصوت عالي، نغير نمط الحياة. هذه كلها دائما نقول عشان كمان لا يشعروا، هذا اللي يخيف، أنا أدعم وأأثر. لأنه كثير مثلا من خلينا نأخذ هذا المثال، هذه البنت اللي بتحاول تساعد أمها وفرت لها الدعم والتأثير، بالأخير القرار الأول والأخير في التغيير عند الأم، عند نفسها. طيب. فلا تحملي نفسك فوق طاقتها، لا تجلدي نفسك أو لا تلومي نفسك وتقولي أنا ما أقدر تغير أمي. طبعا ما نقدر نغير، يعني وبرضو لنا في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، يعني أقرب الناس لي حاول يدعمهم ويأثر فيهم عشان يتغيروا، عشان مثلا يسلموا، عشان يغيروا حياتهم. الأخير القرار ما هو بيدنا. وهذا هو اللي احنا نقول الاعتراف بالمحدودية يخلي تعاملي أو معايشتي مع الآلام أو مع آلام من يعني من حولي أكثر أمان على نفسي وأكثر صحة واتزان. فما أحمل نفسي فوق طاقتها. طب هذا اللي حوالينه، احنا نبغى نفس الشخص اللي هو عايش في هذا الوضع، يا ابن الحلال ولا يا بنت الحلال، كيف تخرجي من المود هذا اللي انت حطيتي نفسك فيه الى مود التصالح، مود انك انت تتقبلي هذا الموضوع، مو بس تعيشي الآلام وتعيشي الحزن بس. إذا أنا عندي شخص أمامي عايش هذا الشيء، كل اللي حقدر أسويه أنا مرة ثانية ترى أنا حقدر أدعم وأقدر أأثر، بس ما حقدر أتحكم. إذا هو نفس الشخص هو اللي بده يخرج، إذا تبي تخرجي تخرجي، ما تبي تخرج حتقعد قاعد في ذا المكان. هذه الحقيقة ترى، يعني كمان لا نكون يعني مثاليين أو يعني فعلا هي هذه الحقيقة. وترى معرفة الحقائق على ألمها يهون على الإنسان. يعني في يعني في ناس مسكينة تلاقيها سنين عايشة تحاول تخرج أمها من ألم الغدر اللي حسته مثلا من خيانة زوجها، وتفضل البنت هي كمان تعاني ان انا والله ما قدرت اريح امي، ما قدرت اخليها تغير هذه الحاله العاطفيه اللي عندها، ما قدرت هنا نقول للبنت لا تحمل نفسك فوق طاقتها، لا يمكن، هذه ما هي في سعه طاقتك، هذه ما هي في دائره امكانياتك وتحكمك، هذه في دائره تاثيرك. فلا تحمل نفسك وتجهديها. وهذا اللي للاسف كثير مرات انه الام تحس انه اوكي انا مثلاً أم برضو نفس الشيء، ولدي مدمن مثلاً. كل اللي تقدر تسويه إنك أنت تأثري، والتأثير طبعاً يأخذ أشكال كثير، والدعم يأخذ أشكال كثير. أعملي كل جهدك في هذاك المكان، غيري نمط العائلة مثلاً، شوفي إيش في أشياء قادته للإدمان مثلاً، بيئة عاطفية فقيرة في البيت عززي هذه البيئة، بيئة اجتماعية فقيرة عززي هذه البيئة، أثريها أكثر، قدمي كل اللي تقدري عليه، ولكن حتوصلي إلى حد لا يمكن تغير إلا إذا الطرف الآخر اللي في عايش في هذا قرر إنه يتغير، خرج منه. أيوة أي. طيب في عندنا أسئلة هنا بس عشان الوقت لا يروح علينا. هنا سؤال بيقول للأسلوب الأمثل للتعامل مع صدمة هذا الوقت المتغير بشكل متواصل والصدمات متتالية ومتتابعة ومختلفة. يا
يعني ما يلحق يفوق من شيء تجي له كفتان. أي نعم. هل هو الخلل في الصدمات ولا الخلل في الشخصية؟ نعم. يا سلام. يعني عشان نكون منصفين، أي. هي المعادلة لها طرفين. طيب. الأحداث اللي قاعدة تصير فعلًا متتالية والإنسان نفسه. أنا الآن فين واقفة؟ أنا ماني مسؤولة عن الأحداث اللي قاعدة تصير. أنا ما بتحكم فيها، ما بتحكم في التغييرات اللي تصير. بس فين أقدر أتحكم؟ في نفسي. أيوة. بيصير التركيز على بناء النفسي. أي. إيش مثلاً خلينا نقول اللي هي الكوبينج ميكانيزم، آليات التعامل، الانسجام، التوازن، الرعاية، هذه اللي أنا أشتغل عليها. وهذا يخلي بوصلة مشاعري وأفكاري تكون ما هي مشتتة. في ناس كثير تلاحظوهم بس يشتكوا على الأحداث اللي قاعدة تصير. أيوه. بس يتحلطن، بس ينتقد، بس مش عارف. وهنا نلاقي إنه حط نفسه في جزء المعادلة اللي هو ما تخصه. طيب أنت اللي يخصك نفسك من داخلك. أنا في خضم هذه التغييرات مثلاً اللي بتربكني أو تغيرني، إيش أحتاج؟ كيف أتعايش معها؟ كيف أحمي نفسي؟ لأن لو حطيت كل المشاكل قدامي طبعاً حتى مشكلتي حتضيع في وسطهم. بالضبط. أي. نعم. سؤال آخر يقول: لدي زوجة عنيدة وتغار جدا من أتفه الأسباب، وتجلس قلب البيت 3 أو 4 أيام، والسبب الموقف اللي أثار غيرتها. أتمنى تفيديني دكتورة اعتدال. لا دكتورة هبة لا تفيدنا. تفضل يا دكتورة. الموضوع أكيد طبعا. طبعا السؤال واسع يعني، وأنا دائما أقول من باب الأمانة العلمية والمهنية ما أقدر أعطي إجابة محددة، لأن الحالة ما هي واضحة ملامحها وتفاصيلها. ولكن خلينا نأخذ خطوط عريضة ممكن تساعد. الآن إحنا هنا عندنا طرفين، اللي بيسأل والطرف الآخر اللي قاعد يواجهه. أول شيء أفحص نفسك بصدق وعلل بصيرة تجاه نفسك. مثلا كيف تواصلك العاطفي معها؟ هل هو تواصل واضح؟ هل هو تواصل ممكن ما يكون كافي بالتالي هي يربكها يصير عواطفها؟ خلينا نقول مثلا مرة ثانية نرجع لنفس الكرسي، الجوانب الأربعة الشمولية في حياتك. الجانب الاجتماعي، الجانب الفكري، العاطفي. أول شيء أفحص نفسك، وبعدين أفحص كمان زوجتك بالتعاون معها. يعني ممكن يكون هي بناءها العاطفي خلينا نقول يحتاج إلى زيادة دعم، يحتاج إلى زيادة تأثير. ممكن بناءها الاجتماعي، ممكن عندها أفكار مشوشة، هذه الأفكار مو أنت السبب فيها، ممكن تكون مخلفات من الماضي عندها. كيف تساعدها تفرق بينهم؟ أي. كيف تساعدها أن هذه الفكرة، دائما نقول أي فكرة تيجي في بالنا نسأل سؤالين مرة جوهرية: هل هذه الفكرة حقيقة ولا افتراض؟ طيب لو حقيقة كيف أميز، كيف أعرف أنه والله أنا بفترض ولا أنا بقول هذه حقيقة؟ جيب الدلائل، يعني البينها على من ادعى. لأنه ممكن يقول لها الغيرة يعني لا أنا الإلات غاري ما في شيء يخلي هذا، فهو كأنه أنكر مشاعرها. لكن لما يتفهمها ويتكلم معاها فممكن مواقف كثيرة تروح، صح ولا لا؟ ممكن تقول لك انت قاعد طول الوقت على جوالك وانا ما اعرف انت ايش بتسوي جوالك. اذا هي عندها هنا افتراض، اوكي اظهر الحقائق. والله ما في شيء، عادي حتى لو وصلنا الخطوات ممكن يبان شكلها سخيف، بس ربما هي اللي تساعد. تعالي شوفي مثلا هذه المحادثات مثلا او هذول، مرات نقول دائما الاشياء الضبابيه او المجهوله تربك الانسان. فبالتالي نرجع نقول تواصل ببصيره عاليه مع نفسك، تواصل ببصيره عاليه مع الطرف الاخر. وخلينا نقول 3 أشياء: تعاطف، كون عادل منصف وحكيم. يعني لا تكون مدافع. لما هو يدخل في قالب المدافع هي حتشوفه مهاجم، حتبدأ على طول ايش حتبدأ تصير حرب بينهم. بالضبط. لأنه هنا في برضو سؤال واحدة، يعني بعض الأحيان تحصل مواقف إنه العلاقات الزوجية اللي بين الزوجين إنه مثلا يقول لها أنت استفزيتيني، يبدأ على أتفه شيء يضربها، مو عاجبك روحي بيت أهلك. طبعا هي بتكون في وضع خوف، تقول أنا ماني عارف، يعني أنا لو تكلمت مع بعض الأحيان أي شيء ما تروحي ما تخرجي ما تيجي. طب إيش الأسباب؟ تقول كيف أقدر أتصرف معها أنا، يعني على أتفه شيء يضربها. وحتى قلت لها تقدر تنفصلي، قالت ما أقدر أنفصل. كيف تقدر زي هذه ألم وصدمة مستمرة يا دكتورة، يعني مثلا ضرب، إهانة من الزوج أو شيء، كيف تقدر هي تتصرف معاها؟ حتعيشها بحزنها، حتعيشها بغضبها، إيش حتعمل؟ صحيح. مرة ثانية المعادلة لها طرفين، هي وهو. ركزي في نفسك أول شيء، كيف أنت ممكن
تتأكد إنه بنائك النفسي متين يحميكي من هذه الإهانات؟ كيف ممكن تتجنبيها اجتماعيا؟ أيوة. إيش الأفكار اللي بداخلك والقناعات اللي ممكن خلينا نقول توقفك على حيلك، تعطيكي صحة ذهنية بينك وبين نفسك، بينك وبين أسرتك؟ هذا فيما يخص أنت، في جزء كبير تشتغل فيه هي على نفسها. أي. الجزء الآخر برضو ما نعرف الطرف الثاني، يعني لعل الله يحدث بعد ذلك أمر ما نعرف، لعل سبحان الله لو أتواصل معه، ولكن دائما نقول أبدأ التواصل بأنا. أي. مثلا أنا أشعر بالخوف. أي. لما أجي أتكلم معك هذا شعور، إذن توضح له مشاعرها في البداية. بالضبط، توضح المشاعر وبعدين قولي له أنا مثلا نجي نشوف على آلية الحل. أعطيني أنت الحل، أوكي إيش الطريقة أو إيش التوقيت، إيش اللي تبغى، إلا لما بالضبط إلا أنت لما اللي تبغاها، إلا لو أنا وياك تعاملنا بهذه الآلية أنت تكون أكثر هدوء أكثر اتزان، ما أستفزك أو أنت ما أو غيره. وهذا طبعا ما يصير في جلسة واحدة، هذا يصير مرة واثنين، ممكن حتى الحل اللي نقترحه ما يضبط. الدنيا في حلول ثانية. عموما والله جزاك الله خير، حلقة جميلة ورائعة، إن شاء الله يكرمك دكتورة، الوقت داهمنا وخلص، فشكرا لأنك استجبت لدعوتنا رغم مشاغلك الكثيرة، الله يكرمك. وبعدين ترى صفحتها يعني موقعها ما شاء الله مرة جميلة، أنا قاعد بستمع له أشياء مرة جميلة جدا، فتقدروا تتابعوها، وحنزلكم الحلقة دي بإذن الله الرحمن الرحيم في تويتر وأرسل لك إياها. شكرا دكتورتنا الفاضلة، وشكرا مستمعيننا الكرام، نسأل الله نتقبل منا منكم صالح الأعمال. وأختم يعني شكرا لكم جميعا على طيب الاستماع، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.